امامنا حي البيار. الى مشينا حي البيار هنايا هذا الشارع، شارع سيدي واصل. الى طلعنا مع الطوق كيدينا الشارع الدرب وعوده، كيدينا الحي قليعه، حي كوكي، حي الزاويه. وغادي دابا ان شاء الله غنمشيو مع هذا الشارع. كيف ما كتشوفوا هنايا، راه هنايا هنا حي البيار، هنا المسجد ديال حي البيار، وهنايا هذا الشارع اللي طلعنا معاه شارع سيدي واصل. غنمشيو معاه نيشان، اجيو معايا. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم. كما دائما معكم حكيمه، نتمنى تكونوا بخير ولاباس عليكم، نتمنى منكم كل خير ونتمنى لكم كل خير، تحياتي لكم كاملين كما انتم، مرحبا بكم. الناس المتابعين الله يحفظكم، شكرا على الدعم ديالكم، نتمنى منكم دعم جميل، شكرا فضلا وليس امرا. الناس جداد اللي كتمروا على القناه، الا كنتي اول مره كتشوفنا مرحبا بك، ما تبخلوش علينا، مرحبا بكم. ابوني، بارطاج، تعاليق جميله، لايك، فعلوا الجرس باش فين ما نحط فيديو جديد يوصلكم نتوما الاولين، فضلا وليس امرا. وشكرا لكم جميعا، نورتوني، اهلا وسهلا، مرحبا، تحياتي لكم. كاينه اشغال هنايا، اجيو نمشيو مع بعضنا مع هذا الشارع. هو شارع سيدي واصل، هو شارع عريق جدا، شارع عريق جدا بأساسي، وشارع شعبي بأحياء شعبية اللي كتواجد بمنطقة الجهة الجنوبية لأساسي. غنمشيو معاه حتى الفوق، علاش لما نعملوش فيه تاهو جولة؟ وشارع يستحق المشاهدة، أنه شارع عريق وقديم بزاف بأساسي. مرحبا بك. مشمس وساخن أيام الصيف. هاد الشارع كيكون عامر، كيكون ممتلئ، خي الله الصباح دائما تلقاو فيه الرواج، يا سلام، رواج هائل، وشارع شعبي بأحياء شعبية. كنتواجدو الآن ب فتنا حي البيار، وهنايا راه شارع سيدي واصل، هو شارع شعبي كتواجد به تقريبا حي شارع صناعي، فيه محلات لإصلاح سيارات و بزاف. مرحبا بكم جميعا، نورتوني فضلا وليس امرا، تحياتي لكم. هو شارع طويل، غنمشيو معاه واحد شويه، غنهديكم منه جوله خفيفه جميله، فيديو جديد، مرحبا بكم، نتمنى ينال اعجابكم. دائما الجولات اللي كنعمل معاكم، انتظروني ان شاء الله من فوق مفاجاه جميله في هذا الصيف ان شاء الله، تحياتي لكم. هنا مقاهي رائعه كتواجد هنايا، ومطاعم ومحلات تجاريه. محلات، مقاهي، شارع شعبي وفيه رواج، يا سلام.
كما كتشوفوا وصلنا الان لملتقى الطرق. هذا ملتقى الطرق، هذا الشارع اللي طلعنا معاه حنا، شارع سيدي واصل. هذا حنا الان في ملتقى الطرق، هذا الشارع اللي كيجي من حي القرص، وهذا الشارع كيدينا الحي العريسه ولقاو الزاويه. وهذا الشارع غنطلعوا معاه، هو مازال شارع سيدي واصل، غنمشيو معاه. اجيو نقطعوا الشارع، مرحبا بكم. على بركه الله نكملوا الجوله ديالنا. حنا قطعنا الشارع كما كتشوفوا، تشوفوا هنا راه كيبقى الشارع اللي كيدير الحي العريسه وشوارع عريقه. حنايا دابا غنطلعوا مع الشارع نكملوا الجوله ديالنا في شارع سيدي واصل. اهلا وسهلا، مرحبا بك. شارع حي سيدي واصل، هو شارع حي سيدي واصل. هنا سيدي واصل، وهنا حي الزاوية، على يساري حي الزاوية هذا اللي كتشوفوا، وعلى يميني هنا حي سيدي واصل. وهذا الشارع حنا كنقولوا له شارع سيدي واصل، هو شابين حي الزاوية هنا، وهنا حي سيدي واصل. حنا الآن في الشارع، كملوا الجولة. مرحبا بكم جميعا. هنا أحياء عريقة بأسافي، وأحياء شعبية، وشوارع عريقة وشوارع شعبية، مقاهي، محلات. عشاق الكوتشيات. هنا بنايات. احنا الان مازال طالعين مع الشارع هنا، هذا الجانب هنا هذا حي سيدي واصل، وهذا الناحيه لليسار حي قليعه، حي الزاوية، حي الزاوية، وهنا حي سيدي واصل وحي قليعة. هذا هو مدخل سوق النساء، هذا كيتسمى سوق النساء. خرام مازال ما ممتلئش بزاف، كيكون عامر في العشية. هذه هي الدخلة الرئيسية لشارع لحي سيدي واصل، هنا بالضبط هاد الدويرة هادي اللي أمامنا هي اللي كتدخلنا لحي سيدي واصل. وعلى بعد من بعد سيدي واصل كاين حي قليعة. هادي الدخلة، غنقطعو الشارع نكملو شوية واحد المشية. شوفوا محلات، مازال في الشارع، غنمشي معاكم حتى شويه، ملي نمشي شويه غنوصلوا لدرب وعوده، وهو كيتسمى شارع درب وعوده. الا مشينا هنا احياء عريقه جدا، واحياء شعبيه، وشوارع شعبيه وعريقه جدا بأسف. راه
الدجاج يا سلام مع بداية الصباح. نتمنى كون كنهديكم جولة جميلة مباشرة من الشارع بين حي سيدي واصل وهنا هذا الجانب يسمى حي الزاوية، وهذا الجانب حي سيدي واصل والقليعة، أحياء عريقة وشعبية. ونتمنى منكم دعم جميل فضلا وليس أمرا. الى هنا غنقربوا، من اللي غنوصلوا هنا ما غيبقاش يتسمى شارع بين سيدي واصل، غيولي في حي درب بوعوده. من اللي غنوصلوا شويه هنا الفوق صافي غنولوا بين حي، غنولوا في شارع درب بوعوده. اسبق وعملت لكم منه جوله خفيفه. هنا نتمنى نكون هديتكم جولة خفيفة طريفة مباشرة من الشارع اللي بين حي الساوية وحي سيدي واصل. وهنا وصلنا دابا هذا كيتسمى شارع درب وعودة. فإلى هنا خليت لكم الراحة والأمان، تلقوا إن شاء الله في جولات جميلة تنال إعجابكم. تحياتي لكم، حبكم في الله الكريم. مرحبا، أهلا، تحياتي، نحبكم. حنا الان وصلنا لشارع درب وعوده، ان شاء الله نجي نعمل لكم منه جوله. تحياتي لكم، نحبكم.